يا صباح الخير لكل حدا قرر انه يبلش نهاره معنا. نهار جديد يعني بداية جديدة، يعني امل جديد. يا رب هيك نهار يحمل الخير، يحمل لكم هيك فرحة صغيرة ولو كانت يعني بأبسط الأمور، ويكون هالنهار مثل ما بدكم وأحسن. يسعد صباحكم جميعا. حلقتنا بلشت حيكون فيها أكيد الكثير من المواضيع، فقرات وتقارير رح نتعرف عليهم مع بعض. بس من بعد نصبح أكيد عنه. صباحو يا نور. يسعد لي صباحك يا آية، وصباح الخير لكل مشاهدينا يلي قرروا يبدوا صباحهم معنا. بداية النهار يحملكم كل الخير، البركة، الرزق، السعادة والطاقة الإيجابية من الأشخاص يلي منحبهم وبيكونوا حوالينا وبيمدونا بكل طاقة لحتى نبلش نهارنا بسعادة ونختمه بسعادة. وطبعا يعني اكيد نهارنا ما بيكمل من دون ما نحن نصبح على شيفت وهامل. نشوف مع بعض شو محضرت لنا طبق لليوم. صباحو يا شيف. يسعد لي صباحك. يسعد صباحك يا شيف. صباح النور يا منور. شو محضرتي لنا طبق لليوم؟ شايفين ولا ماكم شايفين؟ بلشت شايفين بيت مجان ايه، بلشت احفر وقلم. يا حذركم شو بدنا نعمل مع التحفيره والتقليم. يا محاشي يا فتت مقدوس. اليوم فتت مقدوس. فتت مقدوس. ايه اليوم والله مفضله لها محبين فتت مقدوس. وكثير عن جد بيسالوني انه بليز بس اعملي لنا اياها. في كثير ناس فكرة آية ما بتعرفها، هي أكثر شيء مشهورة هون بالشام بس ببقية المحافظات هي إلها أكثر من طريقة. يعني هلا في إلها طريقة الكسلانين وطريقة الحقيقية، يعني بتساوي نحن اليوم نعمل الطريقة الحقيقية. حقيقية إيه، لازم نحفر ونحشي ونقلب. في ناس يلا تخريط قلي وتحط اللحمة وتحط اللحمة وخلص. نحن هيك بتأني دائما. كل ما أعطينا الأكلة حقها كل ما طلعت أطيب. أكيد وشكلها بيطلع غير كمان 100%. أكيد يا شيف رح نرجع ننضم لإلك لنعرف طريقة التحضير والمقادير بعد شوي. هلا. واكيد من بعد ما صبحنا على الشيف وعرفنا طبق اليوم، صار الوقت لحتى ننتقل معكم ونتعرف على عناوين حلقتنا لليوم. كيف نستكشف الابداع عند الاطفال وما طرق تنميته؟ وهل أنت مصاب بالتوهم المرضي؟ وبحلقة اليوم رح نتعرف على موضة الإكسسوارات الجديدة بخريف 2022-2023. ونصائح للتعامل مع التغيرات الكبرى في الحياة. هلا صراحة أنا حابة كلمة صمت، صمت لأنه نحن ما عم نقدر نغير. فكرة إنه أي حدا شاف وصلته الفكرة وحس بهي المشاعر، يعني في ناس تقلي إنه اختنقت لما شفت اللوحة. معرض خماسي يستعرض أجمل اللوحات بجاليري مصطفى علي. مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال مهرجان الألوان في دمشق. يا
يعني حلقتنا كالعادة رح تكون هيك منوعة بفقراتها ومواضيعها، ورح نبدأ معكم بمعلومة عن أزهار الكرز أو ما يعرف باسم ساكورا. هو الاسم يلي يطلق على أشجار الكرز الخاصة بالزينة وأزهارها، هذا الحكي باليابان. ورح ننتقل مع بعض نحن وياكم لهنيك لنتعرف على تفاصيل عنا أكثر بهالتقرير. أزهار الكرز أو ما يعرف باسم الساكورا هو الاسم يلي بيطلق على أشجار الكرز الخاصة بالزينة باليابان. بترمز للتجديد والأمل، وبتتفتح لتصنع منظر جذاب بيخطف الأنظار، لكنه بيبقى لفترة بسيطة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين، وهو موسم مفعم بالحيوية والرحلات وإقامة النشاطات. تحظى أزهار الكرز بشعبية كبيرة، بيتم الاحتفال فيها وإقامة المهرجانات بشهري مارس وأبريل، وهي أزهار بيضاء نقية تقريباً فيها ظلال من اللون الوردي الباهت، وللعلم ما بيربطها أي صلة بفاكهة الكرز. تستخدم أزهار وأوراق الساكورا أو زهرة الكرز بتحضير العديد من الأطعمة، وبتعتبر مكون أساسي بالمطبخ الياباني. عادة بيتم استخدامها بتحضير مشروب شبيه بالشاي يقدم خلال حفلات الزفاف، وبيتم أيضا استخدامها بإضافة نكهة جميلة للحلويات والأطعمة، بالإضافة أنها بتدخل بالصناعات التجميلية مثل الكريم المقشر وكريم الجسم المعطر، وأيضا كريمات يلي بتستخدم للتدليك وبتزود الجسم بالطاقة والنعومة. وبتحتوي أيضا على الأملاح المعدنية والفيتامينات مثل فيتامين A وB وC، وكذلك الفوسفور والحديد والكالسيوم، وبتمتلك خصائص طبية مضادة للالتهابات، وبتساعد بمكافحة التصبغ، وبتكافح كمان علامات الشيخوخة. تمتلك أزهار الساكورا رائحة جميلة وجذابة، تم استخدامها على مر التاريخ بصناعة العطور نظراً لرائحتها الرائعة والمميزة. وصار الوقت لنبدأ معكم بأولى فقراتنا اللي رح نحكي فيها عن الإبداع. الإبداع هو سر كبير موجود بالإنسان، بيستثمره بالموهبة الموجودة عنده وبينطلق ليتميز بشيء معين هو بحبه، وهذا الشيء بيرافقه من صغره وبيكبر معه. طبعا نور، كثير منلاحظ وجود اطفال مبدعين ومميزين بيقدروا انه يلفتوا كل اللي حواليهم بابداعهم وبطريقه تفكيرهم. طبعا رح نحكي اكثر عن استكشاف ابداع الطفل وطرق تنميته، وصارت معنا ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره فتون الصعيدي الاختصاصيه بالتربيه الخاصه. يسعد صباحك دكتوره فتون، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن الابداع. الابداع هو ابداع عند اي شخص، ممكن ببلش بعمر معين، ممكن ببلش من الصغر وبيكمل لحتى يكبر هذا الشخص، ولكن رح نحكي عن الإبداع عند الطفل شو هو. تمام، هلأ بشكل عام وخلاصة تعريفات العلماء والباحثين عن الإبداع، هو الإتيان بشيء جديد وخارج عن المألوف، والشرط الأساسي فيه أنه يكون ذو قيمة بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع. أما بالنسبة للأطفال، الإبداع هو مفهومه يعني بياخذ نطاق أوسع، لأنه أي عمل بيعمله الطفل هو بيكون عمل جديد بالنسبة لإله. تماماً. طب نحن لما منقول اليوم كلمة إبداع، هي كلمة كتير كبيرة، وكلمة يعني تحسي للواحد يوصل لمرحلة الإبداع هو ما له شيء سهل يعني بيصير بيوم وليلة، وما له يعني هي صفة مكتسبة بحاجة وقت كتير كبير لحتى الواحد يوصل له. فاليوم لما الأهل بيقولوا أنا طفلي مبدع أو يصنف ضمن مع المبدعين، فنحن هون كيف أساساً الأهل قادرين يكتشفوا الإبداع، خلينا نقول بيكون عند الطفل؟ للحقيقة وحسب وكالة ناسا لعلوم الفضاء قالت بتقرير أنه 98% من الإبداع بتكون عند الأطفال بعمر 5 سنوات،
وبتبلش هاي النسبة تتناقص لحتى توصل ل 30% بعمر العشر سنوات، وبعدها أكيد رح تتناقص أكثر إذا ما تم اكتشاف الإبداع يعني عند الطفل وتعزيز هذا الإبداع عنده من خلال التربية، لأنه التربية هي الأساس حقيقة بتنمية الإبداع. طب بالخمس سنين اللي ذكرتيهم شو الشيء اللي أنا بلاحظه على الطفل حتى أقول إنه هو لما هلأ المشكلة إنه الطفل لما بيكون عم يتعامل مع الألعاب عم يفك الألعاب ويركب يتعامل مع الطبيعة حوله مع البيئة، الأهل أحياناً بينزعجوا إنه مثلاً الطفل صار فوضوي أو عمل فوضى بالبيت، فبيحبوا إنه يعني بسبب حبهم للنظام بالبيت يعني كل كلياتنا اكيد بنحب النظام بالبيت والنظافه، بس مو على حساب الطفل، لانه دائما لازم نحن نامن لطفلنا بيئه غنيه بالمثيرات. وانا دائما بقول للاهل البيئه الغنيه بالمثيرات، يعني كيف انا بدي اكتشف انه الطفل مثلا هو مبدع بالرسم اذا ما بامن له ادوات الرسم بتركه يرسم رسم حر؟ ما بدي خاف كثير انه مثلا بالنسبه للالوان انه اتلوت ثيابه او عمل فوضى بالغرفه، هذا الشيء خاطئ. طيب كيف بدي اكتشف انه الطفل عنده إبداع بالموسيقى إذا ما بأمن له الأساسيات يعني أو بيكتشف، أو حتى لما الطفل بيصدر أصوات من خلال الأدوات اللي موجودة يعني قدامه، مثلاً نحن بنشوف الطفل اللي عنده موهبة موسيقية كيف بيقلد النغمة من خلال حتى مجرد تقليده للصفقة، من خلال تقليده للأصوات. نحن دائما لازم نعطي للطفل مساحة وحرية للاستكشاف، هذا الشيء اللي بيدعم له الإبداع، ونحن ممكن نكتشف إبداعه من خلال الملاحظة، نتركه أنه يلعب لعب حر بدون تقييد، هذا هو الأساس باكتشاف الإبداع. تماما، يعني ممكن نعرض على الطفل عدة مهارات، هي المهارات اللي ممكن بوحدة منهم يبدع فيها فعلا وتظهر عنده هي الموهبة. طيب أنا لحتى نمي هي الموهبة عن طفلي وفعلا أنا لاحظت بأنه هو ناجح بشيء معين، شو هي المراحل لازم بلش فيها؟ شو هي مراحل الإبداع اللي رح تبلش عند الطفل لحتى أنا كمل فيها، ما خليها بمرحلة معينة وتنطفي وما بقى يكمل فيها؟ تماما، أول شيء دعمه للطفل، تنمية ثقته بنفسه. نحن بنشوف دائما الطفل المبدع هو طفل مسيطر، عنده ثقة بالنفس، بيسأل كثير، أحيانا الطفل بيتعرض بنشوف انه الطفل اللي بيسال كثير الاهل بينزعجوا انه ليش كثير مثلا حاجة تحكي أو بيسال اسئله محرجه بالنسبه للاهل، وهن مثلا بيقولوا له هذا الشيء عيب ما بيصير تسال، فهون بيتعرض الطفل للخجل، بيقتلوا له فضوله تماما، لانه هو من مراحل اولى مراحل الابداع الفضول عند الطفل. فنحن لما بنشوفه عم يرسم مثلا ومبدع بماده الرسم، ما لازم نحن نقرر شو عم يرسم ولا حتى نساله، بعد ما يخلص ممكن نراقبه من بعيد، يعني ممكن بعدين نسأله انه شو رسمت او شو بتوحي هاي الرسمه، او مثلا احيانا في اهل بيستخفوا برسمه الطفل بيقولوا له انه هي مجرد خربشات، رسوم بيت، رسوم نهر، رسوم شجره. الطفل احيانا ببعض خطوط فيه بيكون عم يعبر عن نفسه، طبعا عم يعبر عن شيء يعني افكار جواته، فهذا الشيء ما لازم نحن نقطر له الشيء اللي هو لازم يعبر عنه او يعمله يعني أكيد. هذا للاسف يعني في عنا كثير تصرفات نحن كاهل بالبدايه، لانه دائما مثل ما قلنا انه البذور الاولى للابداع بالسنوات بسن الطفوله المبكره عند الطفل، فمن خلال التربيه الخاطئه نحن عم نقتل الابداع للاسف. طب خلينا نحكي كمان على عوامل ثانيه ممكن كمان تؤدي انه تقتل الابداع عند الطفل. بنشوف كثير اهالي بدهم الاشياء اللي هي ناقصه فيهم او ما عملوها بحياتهم، بدهم يخلوا ابنهم او بنتهم انه يشوفوها فيه، وممكن الولد ما يكون هذا شغفه او هذا الشيء اللي هو بحبه. فقد ايه هذا الموضوع ممكن ياثر لما انت تقنعي الطفل انه يحب شيء هو ما له مقتنع فيه، حتى ما رح يبدع فيه، ممكن ينجح فيه نجاح غير الإبداع، أما الإبداع هو له طرق تانية. دائما التربية التسلطية مثل ما قلنا بتقتل الإبداع، بتشكل عند الطفل خوف، بصير عنده هاجس، أنا لازم أدرس كرمال العلامات، كرمال أرضي الماما والبابا، أنا لازم أبدع مثلا أو أشتغل بهي المادة أو أدخل بمجال معين إرضاء من الأهل، هذا الشيء كثير خاطئ. نحن دائما لازم نشوف
الطفل هو وين بأي مجال بيروح، لأنه دائما حسب الدراسات الأشخاص المبدعين هن أشخاص ما خضعوا لتربية تسلطية، كان لهم مطلق الحرية بالتعامل مع الأشياء. الخوف من الفشل كتير خطير بالنسبة للإبداع، ونحن دائما بنشوفه يعني فعلا ومن خلال تعاملنا مع الأطفال بالمدارس وبالمراكز إنه عندهم خوف كتير. مثلا لما حتى بدهم يكتبوا موضوع تعبيري هن بيخافوا إنه ما يغطوا كل المطلوب من التعبير على حساب الإبداع اللي عندهم. لما سألوا أديسون بعد 10 محاولات فاشلة لاكتشاف عمل المصباح الكهربائي، قال إنه أنا ما فشلت، أنا اكتشفت 10 محاولات لا تصلح لي عمل المصباح. فتم تعزيز ثقة الطفل بنفسه كتير أساسية. الطفل الواثق، الطفل يعني حتى بيحمل صفات قيادية، الطفل هذا الشيء حاليا عم يدوروا عليه الشركات بعصرنا. الشخص المبدع مو الشخص اللي بيحمل أكبر كم من الشهادات. تماماً. وممكن بعض الأهالي بيكسروا بمقاديف أطفالهم، ممكن عندهم موهبة بأنهم يركبوا، بأنهم يصلحوا، بأنهم يقوموا بأي أعمال تانية فعلاً هم مبدعين فيها. أو حتى في أطفال بيتعاملوا مع اللعبة بطريقة تانية، فهذا الشيء ممكن أنه يوصلهم لعمل إبداعي. الأهل بيقمعوا. أنا كأم ما بيناسبني هذا الإبداع بالنسبة للمجتمع اللي أنا عايشة فيه ولمحيطي. هذا الشيء قديش بيأثر بشكل سلبي حتى على حياته، حتى على دراسته، وبس يكبر يوصل لمرحلة المراهقة وحتى مرحلة الشباب أنه أنا تابع لأهلي، أنا بدي أعمل الأشياء اللي بترضي الأهل، بترضي المجتمع والبيئة اللي أنا عايش فيها. تماما. هذا بيكون عند الطفل شخصية مهزوزة، يعني الطفل ما له قادر يتخذ قرارات. حتى يعني بعدين بيكبر الطفل وبيصير بموضع أنه بده يعني يدخل ماما بجوز ما بتقبل، بابا ما بيحب. وبنشوفه ايضا كمان ما بيتقبل بعدين يعني اي شيء ثاني، اي اراء من الاخرين. بعدين بيسالوا الاهل ليش هيك، انه ما بيتقبلك. او بصير يعني انا دائما بقول انه الابداع بعكس التعصب، الابداع هو انفتاح. دائما الانسان يلي عنده ابداع عنده دائما تقبل لاراء، هو ببلش يعني هي علاقه طرديه. الانسان اللي بيتقبل اراء الاخرين وبيشوف كثير بحياته وبيتعرض لكثير خبرات ومهارات، هو قادر انه يبدع، والعكس صحيح. تماما. طب تعي نروح هيك لفكره ثانيه. كثير اهالي ممكن يجوا ويقولوا انه انا طفلي ماله مبدع بشيء، ما تركت موسيقى وسجلته وما حب، رياضه وسجلته وما حب، يعني جربت كل شيء معه، اخذته دورات رسم كمان ما حب، فانا ما عم بقدر اكتشف اساسا هالابداع عن طفلي وين. هل هي تعتبر حاله طبيعيه؟ يعني طبعا، لانه مثل ما قلنا انه النسبه الاكبر هلا الابداع، اذا بدنا نقول نسبه 40% هو وراثي و60% هو سببه البيئه، فهو بده يرجع انه شو كيف هو تصرف مع الاطفال، كيف قتل فضول الاطفال. يعني نحن هلا عندنا حاليا دراسات وكتب عم تحكي عن الابداع وخطوره قتل الإبداع. يعني نحن عم نشوف حاليا انه متوسط الذكاء عم يزيد بكل عند كل جيل الا الإبداع. الإبداع متوقف، يعني انه ما عم يزيد. ليش؟ بسبب الممارسات الخاطئة، مو بس مجتمعاتنا، يعني على فكرة بكل العالم. يعني حتى المنهاج المدرسي احيانا عم يقتل الإبداع بغير قصد من خلال المعلومات، لانه نحن لما بدنا نصب المعلومات صب بأدمغة الطفل، مو مثل لما بنخليهم هن يستكشفوا. فدائما اولى مراحل الإبداع هي الفضول، بعدين الاستكشاف، بعدين اللعب، بعدين الابتكار. بمرحلة الفضول ببلش الطفل يسأل، وهون نشوف نحن الطفل كثير الأسئلة لازم كثير، إنه هذا الشيء يفرحنا. بالعكس هو يعني عم يسأل لحتى يوصل للمرحلة، صار في عنده إدراك تماما، ولا يوصل للمرحلة اللي بعد الفضول اللي هي الاستكشاف. فبعد الفضول بده يستكشف هذا الشيء، بنشوفه ببلش يفك الألعاب يخربها. يعني معلش بالنهاية، طيب هذا الدبدوب عم يصدر صوت، ليش عم تركي يصدر صوت؟ هذا الطفل ذكي، ما انه طفل انه هيك بيتعامل مع الأشياء. يعني الطفل بيتعامل مع الأشياء بيحدسه، فبده يتعرف. هاي الدمية محشوة، كيف عم يطلع الصوت؟ لازم انه هو يفكه ويعرف كيف طلع الصوت من خلاله، وهذا شيء كتير طبيعي وشيء كتير. الطفل يلي بهاي المرحلة تعرض كتير للانضباط وللقمع ما رح يوصل للمراحل اللي بعدها. تيجي بعد مرحلة اللعب، كمان بنشوف الأطفال لما بيلعبوا لازم نترك لهم مساحة كبيرة للعب. للأسف الأطفال اللي كتير عم يتعاملوا مع الأجهزة الإلكترونية ما عندهم هاي المساحة للعب. نحن
دائما وحسب بستالونزي انه الطفل ابن البيئه، لازم يتعلم من البيئه، يشوف الطبيعه، يشوف الاشجار، يشوف مثلا الورده. لما بيسالني الطفل شو هي اجزاء الورده، طيب تعال نحن لحتى نستكشفها مع بعض، فهو بيستكشف. نحن ممكن نعطيه المسميات، لما بيسال شو هذا الساق، هاي الاوراق، انه كيف الشمس، كيف تصنع غذاء النباتات مثلا. يعني هي ممكن نحن من خلال الاستكشاف ما نخلي الطفل دائما متلقي، حتى نحن المعلومات اللي عندنا ما نعطيها انه هي معلومات خلص، هي حقائق مطلقه، دائما العلم عم يتقدم. أكيد، فهذا الشيء كثير ضروري. تماما. واذا بدنا نقدم نصائح لكل الاهالي اللي عم يحضرونا لحتى فعلا نعزز الابداع عند الطفل، فعلا ننميه ونطوره، ما نقتله ونوصل لمرحله نشوف في طفل ما عنده اي موهبه ولا عنده اي هوايه ولا شيء بيحبه لحتى فعلا يقضي وقت الفراغ بممارسه. اهم شيء نعزز ثقة الأطفال بأنفسهم ونعطيهم مساحة، مساحة واسعة للعب للاستكشاف، وما نقمعهم أبدا. هذا الشيء كفيل أنه يعزز الإبداع عندهم. اوكي، يعني بصراحه هيك المعلومات حلوه، وكثير في امور لازم الاهل عن جد ينتبهوا عليها، مثل ما ذكرتي عطوا الطفل هيك مساحته، مو كل شيء بالقمع وكل شيء بانه هيك تقتلوا فضوله وبعدين تقولوا انا طفلي ما له مبدع بالشيء، لا بدنا هيك نعطيه وقته ومساحته للطفل. كل شيء بيكون من التربيه الاولى اللي هي اساس. أكيد. يعني تاسيس شخصيه الانسان. اكيد، شكرا كثير لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك. صباحك اهلا وسهلا فيك. دائما بنحاول ننبه اطفالنا على ضروره النوم باكرا، وقديش هذا الشيء هو مهم لتحصيلهم العلمي ولحفاظهم على صحتهم ومدى تاثيره الكبير على طاقتهم باليوم الثاني. طبعا نور كمان بنلاحظ الكثير من الاطفال بيتراجعوا دراسيا واستيعابهم وحفظهم للمعلومات بقل جدا وبصيروا عصبيين، كل هاد عم يكون بسبب النوم المتاخر ونتائجه السلبيه على الطفل. لنعرف اكثر عن هذا الموضوع خلونا نتابع سوا التقرير. المعلومات، وأخذ الباحثون بيانات عن أطفال أعمارهم 3 أعوام وخمسة أعوام ثم 7 أعوام لتعرف على مدى استيعابهم للدروس، وما إذا كانت لنتائجهم علاقة بعادات النوم لديهم. وكان هذا صحيحاً، فالأطفال عند سهرهم يصابون بالهذيان وتشتت الذهن، ويعود السبب في ذلك إلى تأثر الموصلات العصبية الكيميائية بالمخ، وينتج عن ذلك إفراط كبير في النسيان وقلة في الحفظ والفهم والاستيعاب ونقص القدرة على التعلم بفاعلية بسبب نقص الخلايا المسؤولة عن الذاكرة في المخ والتي تعرف بالمادة السوداء، حيث أن هذه الخلايا تتجدد في الظلام وعند نقصانها بسبب النوم في النهار بدلا من الليل، فإن الطفل يحرم نفسه من تجديد هذه الخلايا المهمة، كما أنه يزداد خطر إصابة الجهاز المناعي بالتشويش والانزعاج نتيجة السهر. ومن الضروري دائما تحديد موعد الاستيقاظ باكرا والتعرض للشمس وتناول طعام شهي، فكل ذلك يكون إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي قرروا ينضموا معنا اليوم لبرنامج صباح الخير. ودائما كالعادة لا الطبخ في حصة، اليوم رح نعمل فتة المكدوس اللي هي كتير مشهورة هون عنا بالشام، يعني ببقية المناطق ما كتير مشهورة، رح نعملها على أصولها. كنا عم نحكي قبل شوي في شيء اسمه فتة مكدوس على أصولها وفي شيء لا مو على أصولها، هلا بلكم شو الفرق بين الاثنين، بس شو رأيك قبل نتعرف على المقادير. هلا هون كنت قاعدة عم أقطع الخبزات، أنا بحب أقطعهم بالمقص، بلاقي اريح ما واخف يعني، وانا قاعده هيك دغري بالمقص بلاقيهم زراف، لسه بدهم تقطيع لسه عم ساوي. طبعا هون حاحتاج بقدونس
الزينة. هون حاحتاج للصوص اللبن، لبن، طحينة، ثوم، وطبعا رشة ملح. هون حاحتاج الباذنجانات مثل ما انتم شايفين. اهم شيء انا لما بقول فتة مقدوس انا معناتها لازم تكون الباذنجانات عندي كثير صغار. هون حنحتاج شوية سمنة للطشة. في عندي هون لحمة مفرومة، معلقتين من دبس البندورة او مية البندورة بنقلها، ملح، فلفل، بابريكا، دبس رمان، زيت نباتي. حاحتاج لبصل جوانح. هلا بصراحة أنا كنت قاعدة قبل شوي قاعدة عم ساوي هدول الباذنجانات. مثل ما قلت أنا لما بقول فتة مكدوس لازم يكونوا باذنجاناتها كتير صغار. قلمتها بالسكينة. هلا هي ما كتير حدة شوي عم تعصبني، بس إنه بدنا نحاول قد ما فينا نقلمها بهي الطريقة. بعد ما بقلم بحفر. شو الفرق بين الطريقة الأصلية والموصية؟ يعني ست البيت إذا ما عندك وقت فيكي تقصي، تقلمي الباذنجانية وتقصيها بالنص وتقلي، يعني ما في داعي تحفري وتحشي. يعني اختصرتي هي المرحلة، ما بدك اياها ابدا. ساعتها بتحطي اللحمة على الوش. اما انا لما بدي اجي اقول فتة مكدوس وعلى اصولها، معناتها انا بدي احفر اول شيء، قلب احفرها، احشيها، اقليها. فهذا الفرق. بصراحة بتاخذ وقت اكثر، بس هي عليها مطيبة. قلك ما بتاخذ شغل، كنت عم كذب عليكي بصراحة. بدها هلا هون لانه بدها خبز وبدها صوص لبن وبدها طبخ وهيك. هلا حنرجع نعمل كمان وحده ثانيه. انا هون حاولوا تكون شوي السكينه حده، انا يمكن انا قطعت فيها، متعذبني شوي، بس شيء انه نقيم تعطي شكل كثير حلو. هلا يمكن عم تسالي انه فينا بلا ما نقلمها؟ ايه، بس انه طلع شكلها احلى هيك. وراح احفر. وطبعا انت بتتحكمي بالسماكه اللي انت بدك اياها. في ناس بتقول لك انا بحب الباذنجانايه رقيقه رقيقه، وانا مو منهم. انا بحب الباذنجانايه شوي يكون فيها سماكه، لان انا بعشق الباذنجان، بحبه كثير. بقى ممكن انا اقيم اللب وشوي منها وخلصي. يعني حتى الكوسه مثلا، شيخ المحشي، ما بحبه رقروقة، يعني بحب فيها سماكه. انا بدي اكل خضره، يعني بالنهايه ما بدي اكل لحمه وجلده مثلا. انا هيك دائما بقول على طول، ما بعرف مين بيتفق معي بهي القصه. هلا هيك خلصنا طبعا. هيك تمام. هلا حشقل انا هون الغاز عندي، بلش قلي اللحمه. هلا انا هي اللحمه بدي اياها حشوه، يعني انا بس بدي احط شويه زيت بس، تقلاي عاديه، ملح وفلفل. اشتغل عندي. فيك تحطي سمنه، فيك تحطي شويه زيت نباتي، ما بيأثر. هلا رح اضيفها، رح احط رشة ملح، خليها تتقلى على مهلها، ورشة فلفل، بابريكا، وحنحرك. حقوي تحتها مشان لحق، بلكي بلحق معكم نحشي كم وحدة. هي دغري بتستوي، لأنه أنا هون عندي لحمة غنم، حتى اللحمة العجل المفرومة دغري بتستوي. بس حأبرم أنا بالغازات، يعني حبدل بين هذا الوقت، وخليها مشعل تحتها معلش مشان دغري نبلش بالقلي. هي طبعا ما بدها لا بصله ولا شيء. انا هون عندي للحشوه، للحشوه بس انا بدي احط لحمه، لانه انا بقلب الطبخه نفسها انا رح احط بصل جوانح. اذا انتبهتوا انا هون كنت مقطعه بصل جوانح. خلص، هو لسه في عنا ولا في عنا لسه؟ حنرجع نقلمها. لاحظتوا كيف اهم شيء وقت بكون تعملوا باذنجان لبسوا كفوف من هدول المطاط، بيساعدوكم. السكينه ما ساعدتني اليوم كثير، ممكن اذا عندكم قشارة بطاطا ظريفه تكون ممتاز. هلا حنرجع نحفرها. بهذا الشكل يعني مثل ما قلت، اذا ما عندكم وقت يعني بتطلع نفس الطعمه، ما حقلكم لا بتطلع غير طعمه، بتطلع نفس الطعمه. بس انا وقت لما بدي مثلا يكون عندي عزيمه هيك وحابه اقدر الناس اللي جايين لعندي بعمل لهم اياها. هيك تمام، ما بقى بدي اكثر من هيك. حنشوف اللحمه،
بس هيك تقليبة خفيفة لأنه أنا بدي رد أرجع أطبخها، بس ما بفضل إنه تنحط نية، لا أبداً، أنا بفضل ولو تقليبة خفيفة تنطبخ. تتقلى شوي، بلشت تنشف عندي، حنجيب البيركس مشان نفضيها دغري ونبلش حشي. طبعاً هاي الأكلة لازم دغري فوراً منطبق ومناكل فوراً، يعني هاي ما فينا ننطر عليها كتير مشان ما تشتت. بلشت تستوي تقريباً، استنى عليها دقيقة أو أقل لأنه اللحمة عندي مفرومة ودغري استويت، كان لازم نحطها قبل ما نبلش بالحفر، بس يلا مش الحال. هلا انا حخليها هون على الغاز، بس رح احشي لكم وحده، نجيب معلقه مشان اذا رجعتوا لعندي تعرفوا انا شو عملت بغيابكم. لحقين بس حشوه لشوي، يعني شويه لحمه بكفوا، خليهم يتقلوا منيح يعني مشان نعرف. هلا انا شو بدي اسوي بغيابكم، حجيب بقى الباذنجانات اللي انا حفرتهم وقلمتهم وحفرتهم، رح بحشيهم لحمه وبزركهم كثير منيح وبسكر عليهم تمام، وبدي اقليهم قلي، ومن هون لا ترجعوا لعندي وتروحوا لعند المذيعين اكيد انا ما رح كون عملت شيء غير اني انا كملت الشيء اللي انتم شايفينه، رح كمل حشي وقلي، هذا كل شيء رح ساويه، وبشوفكم شوفينا بعد شوي. بشوفكم بعد شوي. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكم. وهلا صار وقت لحتى ننتقل سوا نحن وياكم لدقائق سريعه من رياضة الصباح اللي صارت جاهزه. صباح الخير، انا كوتش منال المصري، اليوم رح نشتغل تمارين بيلاتس. اخترت لكم تمارين بتشغل لنا اللور بادي من جسمنا، بتساعدنا نحن نحرق دهون ونشد العضلات. التمارين بنلعبهم بحدود ال 45 ثانيه كل تمرين، وبنريح 15 ثانيه بيناتهم، بنعمل مجموعتين او ثلاث مجموعات. نبتدي تمرين الاول، حناخذ وضعيه على اربعه، حنحط كوع ارض ونطلع برجلنا جنب، نفرد بنرجع تاني وبنقوم على الركبه لفوق، 1 جامب بنطلع فيها فوق ننزل تحت نرجع، 2 رفع، 3 4 كمان عدتين، 5 عدة أخيرة نبدل للجهة الثانية. دائما ننتبه انه قوانا بيكون على مستوى واحد، استقامة واحدة مع الكتف، نرفع جنب فوق بنقوم نرفع، 1 2 3 4 6 وبنريح نرجع لورا نرجع لقوم فوق. رجلنا استقامة واحدة مع ورك، نجيب ركبة بندقة أرض تحت، رفع من جنب ونرجع فيها كامل لورا، عنا رفعة صغيرة لفوق، 1 تحت 2 4 5 6 ونبدل كمان، رفع فوق نزل جامب، 1 2 3 4 5 هذا أخيرة كمان. هلا بنفس الوضعيه حنرفع ايد عكس رجل فوق، ايدنا فوق ثبات، حنبقى على ايد واحده وبنرفع، 1 شد مش لتحت، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لاست 1 نبدل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عدة أخيرة وبنريح. تمريننا الأخير نرجع على 4 حنطلع بريدج فوق سنجل ليج. رجل واحدة بنقوم فوق هلا لتحت حننزل فليكس نطلع فوق بوينت نبقى فوق فليكس ونرجع تحت مشطنا مرة لقدام فرد هلا رجعنا لتحت ونزلنا نبقى فوق سبات 1 2 3 4 5 آخر عدة 6 ننزل تحت ونبدل رجلنا الثانية فوق رفعة نزلنا تحت رفعة بوينت نزل فليكس 1 2 3 4 5 العدة الأخيرة 6 مثل ما قلنا 45 ثانية بنلعب بمجموعتين أو 3 مجموعات. أشوفكم بحلقة جديدة ويعطيكم العافية. وهلا وصلنا للفقره يلي بتهم الكثير من الصبايا، صناعه الاكسسوارات اليدويه المعروفه بصناعه اكسسوارات الهاند ميد، يعني اكيد تمكنت من تحقيق نجاح ضخم بمجال الموضه والازياء وفرضت سيطرتها على عالم الاكسسوارات يلي لازم تكون موجوده بخزانه كل صبيه. طبعا افكار يعني ما بتخلص للهاند ميد، وكل حدا بيتميز بطريقه شغله وباسلوبه اللي ممكن يصنع فيه قطع مميزه ومختلفة. اليوم حبينا أن نشوف سوا كيف منصنع كمان أكيد قطع متنوعة من الأكسسوار وغيرها من الأفكار يلي رغم بساطتها لكن بتبقى محببة عند الكتار من الصبايا. وصارت معنا ضيفتنا ريم الحلاق اللي رح نشوف شو جايبت لنا مع اليوم وانضمت لنور. صباحا يا ريم. صباحا آية. يسعد صباحك. شكرا لك يا آية. يسعد صباحك ريم. صباح أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. طبعا يعني مثل ما قالت آية يعني الهاند ميد صار مجال كبير وواسع. ما اقتصر بس على الأكسسوار وشغلات وشغلات يعني ممكن بتخص اي ست بيت. لا عم نشوف ممكن نعمل فناجين، ممكن نزين شيء البيت، اي شيء بيبقى للصبيه ممكن نعمل لها اياه، مثلا للكاسات للماجات للاكسسوار اي شيء بباله ممكن نحط له عليه لمساتة القصص اللي بيحبوه الصبايا الاسترات هالقصص. تماما. وحتى كثير من الصبايا يلي هن كمان اليوم نحن حابين نعلمكم انتم بالبيت اذا حابه تبداي حابه تغيري كثير باشياء موجوده عندك بالبيت، فنحن اليوم جاهزين لنعطيك كثير افكار بسيطه وحلوه وبنفس الوقت تعمل شيء. رح نبلش بالاكسسوارات كمان عم نحكي على الاكسسوارات ونحن جايين لعندي. رح نبلش بالاكسسوارات الموجوده معنا اليوم. في مسابح، قديش المسابح هي يعني بنقول انه مسبحه بس اوكي، لا اليوم نحن عم نعمل لها كثير شغلات انه لا فيها فكر حلوه قطع مميزه. هلا مثلا هيك في قطع مطليه مثلا انه بتضاين مع الصبيه، بضل معها تعليقه سياره، بضل معها مثلا مسبحه تهديها لحدا غالي عليها. تمام. قد ايه هيك غريبه ومميزه فعلا عن جد وبالوان. تمام. بدنا للصبايا جاهزين، بدنا للشباب كمان، لكل الاعمار كمان. طيب في شيء هيك ممكن للشباب؟ انا حبيت هي الزرقاء حسيتها هيك شوي. حتى هيك مثلا حجر طبيعي. اوكي، هي الحجر كثير 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 غريبه وفعلا مميزه. اوكي، هدول نحن بنعملهم ولا هن جاهزين وممكن نحن ندخل عليهم شغلات بسيطة؟ لا طبعا كلهم انا بعملهم، مثلا الخرز. اي الخرز للقطع، انا بصمم القطع حتى البورتكلاي انا بصممها. مثلا بتجي الصبية بتقلي بدي اسم عليها، بدي اي شيء عليها، فانا كله بصمم لها اياه وبضيف له الخرز على حسب اللون، حسب الديزاين اللي هي حاببته، كل هذا نحن بنضيفه على حسب طلب الزبونة. طيب قد ايه بتاكل معنا وقت شغل؟ بدها ساعة. فكرت بدك تقولي نهار لا البورتكلاي بدها وقت. ايه بين حفر 4 أيام اجباري، حفر طلي بس قصدي لحتى نصف الخرز بالخيط وفعلا تصير جاهزه. لا ساعه لان ارضت ايدي على ساعه. اوكي حلوه ساعه. اذا بلشنا بساعتين ثلاثه اوكي بتمرق. طيب رح نبلش بالاكسسوارات. هلا هي بظن هي اللي نكشته انا رجالي، صف كله رجالي، صف الرجالي. نحن دائما ظالمين الشباب معنا من خلال الاكسسوارات اللي رح نبلش فيها. طبعا لون الاسود
شو اللون الموجود معنا؟ في له اسم معين او محدد؟ هلا هذا اللون العادي، يعني هلا هيك في حجر طبيعي. اوكي رح نشوف الحجر الطبيعي. وطبعا مدخل معزيركم بحيث انه ما يروح اللون ابدا. اوكي خلي لي اياها. قصدك الزيركون الزيركون هدول القطع، وهون في حجر طبيعي بحيث انه اللون يضل مضاين مع الشب يعني. اوكي بيحب بلمعه بيحب مات. اي طبعا. طيب اللي بيحب الفضه؟ هدول مطلي فضه بقى وفي قطع فضه. مطلي فضه. اوكي حبيت. كمان شباب جماعه الفضه نحن جاهزين يعني ما في مشكله. نحن ننتقل لشيء بخص الصبايا لك، هذا حبيته حسيته غريب. هلا هون في قطع بلاكسي مع حفر اي اسم صبيه بتحبه. هلا هون مثلا كان في عندي صبايا بدقها لها ولرفيقتها، فحطت اول حرف من اسمها اول حرف من اسم رفيقتها. اوكي بلاكسي. هي ما بتنكسر طبعا. لا والجنزير مطلي كمان، يعني اي استخدام اي يعني مي نزله روح رجعه ضل بالايد كذا يوم. فنحن محافظين على اللون كله محافظ. اوكي لانه بتعرفي انت بعد فتره الاكسسوارات على الاستخدام خلص بمحلون. انا القطع عندي بجربهم علي بشوف انه انا على الاستخدام الطويل. ايوه فلا ضامنهم كلهم. نضمن لك اياها شهر شهرين او مدى الحياه حسب التجربه انت تبعك. ايه طبعا. كثير حلو وقت اللي نحن فعلا نشتغل شغله فعلا نحن نجربها، لحتى وقت اللي مثلا بدنا ننصح فيها حدا او نقول لحدا انت عملته يعني ننصح مثل ما قلتي بثقه. هدول هلا هدول كلهم فضه مع قطع زيركون. اوكي كمان هذول حلوين. هذا الخيط كمان حلو. ايه هذا المعدن مثلي يعني. اوكي لاني اللون المكفول تمام. ايه غريب لاني حسيته مو بالعاده. انه شايفين لا بحب اعمل فكر يعني مميزه عن الباقي انه اعمل شيء غير. طيب قد ايه بياكل معنا وقت؟ انت ممكن بتطلعي هدول القصص من على الانترنت لحتى يخطر ببالك مثلا؟ هلا انا في قطع عندي مثلا انا بصممها عرفتي؟ يعني بصممها وبعطيهم للورشه. في قطع لا مثلا في زيركونات جاهزين بجيبهم جاهز. انت بقى في اي بقى انا هو كل شيء بيجي لحاله وانا بركب بحط فكره هي لهي وهيك هالقصص. اوكي كمان عن جد حلوين. هلا حبيت كمان انه القطع اللي فرجيتكم اياها اللي هي فضه في منها مثلي ذهب. مثلي ذهب. يعني هلا قديش هو الواحد مثلا صار انه بيقدر يعمل كثير اشياء هو بباله فعلا، يعني فينا نقول انه الاسعار كمان صارت كثير غاليه بقصص ثانيه. طبعا فنحن بهيك قصص فينا نستبدلها بالاكسسوارات على الموضه ماشيين. تمام طبعا واخذين شيء مضمون ومكفول. طيب رح ننتقل بقى لطواق. تمام خبرينا عنهم اكثر. هلا الطوق اللي عم تفرجينا هلا كثير دارج، ما بعرف اذا مكمل معنا للشتويه. لا هلا هو مكمل طبعا لانه اجمالا كل شيء مثل ذهب وفضه فبتلاقي موسمه ما بيبطل يعني. وهيك شيء هلا كثير دارج انه تحطي اكثر من تعليقه بقلب طوق واحد، وبيزبط للمحجبات نزلت تحت الحجاب بيزبط مثلا للسبور. اي طبعا. ففي هيك مثلا درج كثير موضه العيون والقصص والصبايا كثير عم ترغبها. صح يعني حتى عم نشوف مثلا هذا الجنزير اللي هو حلقاته عريضه. طبعاً. في الجنزير كمان اللي حلقاته واسعه. واقل كمان عم يكون دارج. تمام. في ذهبي في فضي هلا للشتويه على حسب. مثلا في صبايا بيجي بيقولوا لي انه نحن ما بنلبس ابدا ذهبي فبدنا فضي، وناس العكس يعني. فكله صبيه على حسب رغبتها. بس ما فينا نقول انه لا الذهبي ذهبي فضي فضي، لا حسب هو بقى بيرجع للرغبه. ايه على حسب الرغبه يعني. يعني في ناس انه ما في شيء على طول دائما. لا اكيد في بس يعني حسب الاكثر بتلاقي الذهبي المرغوب. قولي لي في صبايا بيحبوا فعلا يواكبوا الموضه يضلوا ماشيين عليها، في صبايا انه ما بتفرق لانه شو بحب وشو بيلبق لي. كمان هلا بدنا نحكي هدول عن بروشات الشعر للعروس وللخطبه مثلا او هيك شيء. كله شغل ايدي طبعا. اوكي تمام. هلا هدول مثلا في صبايا ما بيحبوا التيجان والاشياء اللي كثير مؤبره فبيحبوا هيك شيء سمبل وبسيط. يعني ايه تماما. طيب قد ايه بياكل معنا وقت؟ هذا بده يوم كامل وبيوصل لليومين كمان. وبيوصل لليومين. ايه. طبعا احنا مدخلين اللولو بين الشفاف واللولو لونه طبيعي الابيض والمعدن حتى مثلي. اوكي والمعدن فينا نحن ناخذ بقى بين الذهبي والفضي. بين الذهبي والفضي تماما حسب اختيار بقى العروس. وهذا هلا هون مدخلت له الفضي. الفضي واللولو الانعم. هلا هيك مثلا خرج خطبه خرج مناسبه بسيطه. اوكي هيداك خرج عروس اكثر. طيب اذا قلت لك بدي اكبر بدي شيء اوفر اكثر؟ اي طبعا بيصير كل شيء يعني ما عندنا شيء ما بصير لحنا. تمام. طبعا نحن مجهزين المرايا كمان فينا نزين شيء. تمام. في البروشات
في هلا قدامي الفناجين طبعا رح بلش انا كمان كملكم تشوف، ولكن رح نشتغل شيء انا وياكي على الهواء لنلحق فعلا يعني نعرض وبنفس الوقت نشتغل شيء. شو حابين اليوم نحن نشتغل؟ شو بدنا نعلم الصبايا اليوم؟ هلا حنشك هذا المانج. اوكي طبعا اللاصق ما بيروح، يعني صارت هي بحر بين اكسسوار بين ساده. انا اذا حابه اطبع عليها شيء باخذ المانج ساده وبروح بطبع عليه. هلا انا بعمل الطبعه. اوكي بس تفرجيكم طبعا ريم بتحبنا اليوم كثير، عملت لنا لوجو سما طبعا وعم تزين لنا اياه كثير حبيت. نحن رح نكمل الطرف الثاني ونكمل نلزقه بالستراس اللي بدنا اياه. صحيح تمام. في ادوات معينه للتلزيق لحتى نحافظ على الستراس الموجود اطول فتره ممكنه؟ ايه اكيد. هلا اللاصق يعني نحن بنستخدمه بحيث اذا جلت الصبيه اذا اي شيء صار هلا نحن نستعين طعافة لح نمشي. هلأك في استراس معين اختاري لحتى فعلا النمساوي. النمساوي ايه. اوكي هلأ هذا من الاستراسات اللي بتضل معتهم كتير قوية. واللاصق في واللاصق. اسم معين هلأ انا اللي بستخدمه بي 7000. هلأ هذا اللاصق انا جربت كتير قبل فلقيت هذا اللاصق من اكثر اللواصق الممتازه يعني بالشغل. هو قريب لل فينا نقول للشيء بخص الشعله او شيء ثاني؟ لا 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 الشعله بتفك او الصمغ بتفك دغري، بس هيك ضل يعني بيضاين كثير مع الصبيه اذا جلت اذا عملت اي شيء ابدا ما بيصير له شيء. اوكي طبعا ريم هي جايبه الوان الستراس يلي من لون المج، من لون لون المج واللوجو يلي نحن عاملينه لليوم. مثل هدول الخيارات هلا كل قطعه في لها لون محدد في لها ديزاين محدد على حسب كل صبيه شو بنكتب بنرسم بنعمل اللي بدنا اياه. مثل فناجين القهوه ممكن يكونوا للضيافه وانا بحس لا انه لا خليني خليهم هيك منظر او زينه على حسب قديش الضيف غالي عليك بتعطيه القصص المميزه. هلا الضيف غالي علي بس انا كمان هدول القطعه بخاف عليهم. لا هلا هدول زينه احلى. لا هلا هنا مو للزينه لانه فيك تستخدميهم يعني عرفتي ما في مشكله انه اخسر الستراس او شيء. لا لا نهائيا يعني القطع مكفوله انا بكفي لهم. هلا هن تسمحوا طبعا احنا ما كملنا ولكن يعني عملنا اكبر قدر ممكن بقيان خط صغير لحتى فعلا نرسمه بقيان هذا الخط. سلم ايديك ريم بفرجيكم القصص والترتيب تبعهم. ايه هلا شفناهم على الكاميرا اخذناهم. سلم ايديك يعطيك الف عافيه. فعلا افكار حلوه غريبه ومميزه يعني بتشبه كل صبيه هي عم تقدم هي القطع. شكرا كثير لك. شكرا لك. سعد صباحك. سعد صباح. يا صباح الخير على جديد لكل المتابعين المتابعات اللي انضموا معنا هلا واللي كانوا منضمين معنا. بنرجع نصبح عليكم مره ثانيه. اليوم عملنا فتت مكدوس. يا لطيف شو بدها شغل، عن جد بدها شغل يعني حتى اكل مالها. بالعاده انا بين الفقرات بقعد باكل، اليوم ولا شيء فات لتمي. لقلكم شو سويت وشو عملت هون. هي شغله واحده اللي عملتها بس بدها وقت. هون مثل ما انتم شايفين قلمت الباذنجانات، قلمتهم تقليم بعدين حفرتهم بعدين حشيتهم بعدين قليتهم. يعني عملنا هون بهدول الباذنجانات اربع مراحل: تقليم، حفر، حشي، قلي. وهيك صاروا عندي جاهزين لحتى نطبق فتت المكدوس. لا لسه يعني لسه في عندنا مرحله ثالثه. هلا هون انا شعلت الغاز، رح اضيف شوي زيت نباتي سمنه ما بيأثر. حضيف هون عندي ترانشات من البصل او بصل جواني ونقليهم شوي. خليهم يتقلوا. بدي اجيب زبديه لنساوي انا وياكم صوص اللبن. هاي هي. بتعرفوا انا قاعده هيك عم اطبخ وكذا بحس حالي كاني بقلب البيت. هلا بلشت تتقلى عندي. اما اللي بيتابعوني على طول بيعرفوا انه انا بحب قلي ميه البندوره.
قال له مية البندورة، يعني مو تحطوا مي بعدين مية البندورة، لا قلوها وشوفوا فرق الطعم. هيك تمام بلا ما تطلع ريحتنا زيادة بصل. لا هون حنقيم ونضيف معلقتين من مية البندورة ونحضر. نضيف عليهم مي هيك أصوله. هلأ بالنسبة للحموضة أنتوا بتحبوها حامضة أو لا أوكي ترجع لكم، بس هي بدها شوية دلة رمان. هلأ رح قيم وضيف هاي كمية المي اللي بتكفي لي، تقريبا حطيت كاستين ونص تقريبا من المي. هنحرك. شو رح أضيف عليها؟ شغلة واحدة هلأ اللي هي الملح. طبعا في دلة رمان بس مو هلأ بدي أحطه. هلأ رح قيم الباذنجانات ونسقطهم فوق. شو رايكم نعمل كأنه بالبيت مو وحدة وحدة؟ وهيك بلشوا، يعني بدنا نخليهم عم يغلوا تقريبا شي 5-6 دقائق ونحط عليه هون نظبط الحمض تبعهم بدبس الرمان. فيكم تحطوا اي نوع حمض بس دبس الرمان بيلبق له كثير. هلا هي ما بقى بدنا اياها. هلا بغيابكم انا اكيد هلا هون في عندي خبز رح بقلي. شو ضل عنا؟ شغله وحده اللي هي اللبن. موت واعرف مين اخترع على فته المكدوس. هون عندي كيلو من اللبن، تاكل لبن لانه انا عندي كميه منيحه، ومعلقتين ثلاثة من الطحينة. وبدي يا دوب، أنا ما بحبها كتير التوم بقلبها يكون ظاهر، يعني يا دوب هيك نكشة صغيرة. وحنحرك طبعا. بدنا رشة ملح. هلا انتم لاحظتوا حطينا ملح على هون هون هون، بدنا نحاول ما نكتر مشان ما تطلع مالحة، يعني يا دوب رشة خفيفة. وحنحرك. هلا صار مثل ما انتم شايفين، يعني اكلتنا صارت شبه جاهزة. عندي هون صوص اللبن صار جاهز مثل ما انتم شايفين. اقلي خبزات البقدونس هدول والسمنه على الوش، وشوف باذنجانياتي تقريبا بلشوا يغلوا. هلا انا شغله واحده بس بدي اعملها بغيابكم، هي اني انا استنى على الباذنجان لحتى يغلي واحط عليه شوي من دبس الرمان، وبدي اقلي خبزات. هدول الشغلتين الوحيدين بدي اساويهم، وان شاء الله يا رب يقدر المخرج اليوم يعطيني وقت اخر شيء شي 3 دقائق مشان الطش. يلا هي تسميعا يا جماعه بدنا وقت استاذ رهيب. ايه بدنا شباب بدنا 3 دقائق باخر حلقه، مو مشاني والله مشان المشاهدين. خلص اوكي. شكرا كثير لك يا شباب. الاذى يلي ممكن يصيبنا نتيجه توهمنا بالامراض يلي هي مو اقل صعوبه من توهمنا بعدم قدرتنا على اتخاذ قرارات كبيره ممكن تقلب حياتنا بشكل كلي للافضل. مثلا بنشوف كثير اشخاص بيعانوا من كثير اثار سلبيه نتيجه وجودهم ضمن بيئه عمل معينه يمكن تكون عقبه بوجه احلامهم، بس للاسف بيضلوا علقانين ضمن دائره اوهامهم وبخافوا انهم ينتقلوا لعمل جديد ممكن يناسب شغفهم. لهيك نور اليوم نحن رح نحكي عن نصائح علماء النفس للتاقلم مع التغيرات الحياتيه الكبيره، بركي نقدر نشجع الناس يلي عم يعانوا من صعوبات نتيجه ظروف معينه لحتى يمتلكوا القوه لايقافها ويبدوا من جديد. الامر يبدا من الدماغ. فكر بطريقة مختلفة. أشار كثير من الأطباء النفسيين أن الخطوة الأولى للتعامل مع التغيرات الكبيرة مثل ترك العمل أو الانفصال عن الشريك كلها تبدأ من التفكير، يعني حاول قدر الإمكان أنك تكون إيجابي وتبتعد عن نمط التفكير السلبي. هذا الشيء رح يساعدك أنك تكون أكثر مرونة تجاه التغيير، وممكن يتمثل هالشيء بالتركيز على الصورة الكبيرة بدل ما تضيع وقتك كله بالتركيز على الحدث يلي سبب التغيير بحد ذاته أو على ردود فعلك العاطفية عليه، سواء بالحزن، الغضب أو التوتر. ثانياً التخلي عن الماضي واستقبال المستقبل. الانتقال من الماضي للمستقبل من الطبيعي أنه يشكل بالنسبة لإلك تحدي، وهالشي لأنه المستقبل بالنسبة لإلك بيكون مجهول تماماً وما بتعرف عنه أي شيء، وبالتالي بيكون مخيف. لهيك ممكن تفضل أنك تضلك علقان بالماضي لأنه تعودت على تفاصيله، بس طبعاً هذا الشيء بحسب علماء النفس غلط، والحل أنك أنت تمتلك القوة الكافية لحتى تقبل خساراتك بالماضي بشكل كامل وتبدأ
من جديد. رقم 3، تقبل أن لا شيء يمكنك فعله في اللحظة الحالية. لما تكون عم تتعرض لضغط معين ما ممكن يعني انك تغيره، فالافضل انك انت تتقبله او تلاقي طريقه تتعامل معه، لانه ممكن تكون عواقب عدم التقبل قاسيه وتسبب لك الاذى. لهيك امتلك الاراده لحتى تقبل هذا الضغط ليجي الوقت المناسب اللي بيسمح لك انك تقلب الموازين وتمتلك القوه وتكون جاهز لحتى تغير واقعك للافضل. كمان هنروح لرابعاً، والعمل اللي بتقول العمل على تأسيس روتين جديد. طبعاً التغيرات الكبيرة راح تخلي روتين حياتك القديم ينقلب تماماً، ومن الطبيعي ينتج عن هذا الشيء عدم الشعور بالاستقرار. لهيك لازم تكون جاهز لبناء نفسك من جديد والبدء بروتين حياة مختلف تماماً عن نمط حياتك السابقة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت عم بتعاني من فقدان لوظيفتك أو التقاعد مثلاً، فاسأل حالك إنه شو الشيء اللي بتفضل إنك تستثمر فيه وقتك الزايد. ضيف لروتينك اليومي عادات صحية وكون على يقين أن التغييرات الكبيرة بتعطيك دائماً فرصة لحتى تكتسب عادات جديدة خارج نمط حياتك المعتاد. وإجراء تغييرات سلوكية طويلة المدى بحياتك، ومع كل خطوة جديدة حاول أنك تكافئ نفسك. هنروح لخامساً وأخيراً، طلب دعم من حولك وما تخجل. طبعاً الاستشارة النفسية كتير مهمة بالفترة يلي بتجي بعد التغيرات الكبيرة، مثل لما تترك شغلك أو شغل استمريت فيه لوقت كبير، أو لما تنفصل عن شريك عاطفي كمان ضليت معه لوقت كتير. فإنك ترجع لأشخاص يمكن مقربين منك، أشخاص بتوثق فيهم سواء كانوا من أفراد عائلتك أو من أصدقائك، وما تخجل إنك تطلب المساعدة منهم، لأنه هذا الشيء رح يساعدك إنك تحصل على دعم معنوي. فتم إنه أثبت علمياً بأنه الدعم الاجتماعي هو أحد أهم مفاتيح إدارة عملية أو إدارة عملية التغيير بنجاح. أما لو كان عندك شعور بتراجع نفسي نتيجة الضغوط يلي تعرضت لها، فأكيد استشارة الطبيب النفسي راح تكون الحل الأفضل. يعني كتار شوي الخطوات بس مهمين بنفس الوقت، هيك كل حدا فينا هيك يكون عنده فكرة عنهم. أكيد تماماً يا آية، قديش حلو فعلاً وقت نوقع بمطب بنلاقي الحل المناسب بدون ما نخلي هذا الضغط مسيطر علينا بأي شكل ما. بملعب نادي المحافظة وبجميع مختلف الفئات العمرية انطلق ماراثون للألوان تحت عنوان أنا أحب دمشق. هذا الماراثون انقطع لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا، ولكن استعاد نشاطه مجدداً ليجمع الناس على الفرحة والحب باستخدام الألوان. تفاصيل أكثر رح نشوفها مع سارة مرتضى. حلوه شيء شجعني انه معي رفقاتي والجو حلو ورفقات وكذا، كثير جو حلو هالسنه. انه رفقاتي شفت السنين الماضيه قديش انبسطوا هيك، فانه المره لازم نروح اجرب. شجعني انه كل رفقاتي صراحه جايين وتغيير جو عن اي ماراثون عادي، يعني كلنا هيك عم نتسلب الالوان يعني حلو انه الماراثون جو ماراثون دي جي وهيك بتعرف عالم جداد. لا اكيد الالوان احلى شيء هون، انه بنصدق بعضنا كلياتنا سوا. هي انه فكره جديده فصرنا نشارك، يعني كان هيك كثير حلو هيك سيفي وكثير حلو. شو ليش شجعك اليوم تجي على الماراثون؟ معاذ انت شجعك؟ ايش؟ انا شجعنا هو شجعنا عم يجينا كلنا. جيت السنه الماضيه وحبيت الماراثون، قلت لهم يجونا ونكرفوا ونتسلقتوا. ايه انه شيء كثير حلو وشيء جديد وبدي اجرب. تغيير جو هيك بنتسلى مع رفقاتنا. نحن بلشنا فيه بال 2018 ووقفنا بال 2020 بسبب جائحه كورونا. كل بيعرف هذا الشيء، وان شاء الله هلا بنرجع من اول وجديد وبعزم وبقوه وباراده. نحن هلا حبينا نغير شيء عن 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 عن, عن الشو هذاك، مشي وركض وكذا، حبينا نعمل لهم مجمع هون بنادي المحافظه، وان شاء الله يكون هيك عجبكم. كثير الجو حلو وحبيت، يعني هي اول مره بجي بحضر الماراثون الوان، ايه بيعطي فرح هيك للعالم كثير.
يعني جو حلو. هلا ماراثون الالوان اكثر شيء بيستهدف الفئه الصغيره، ونحب نرسم البسمه على وجوههم بالالوان وبالفرح لنرجيهم، لان الحياه مو بس ابيض واسود، الحياه فيها الوان، الحياه فيها بسط وهيك، وهن حيحبوا هذا الشيء وبيحبوا هذا الشيء شفناه من قبل بالماراثون الماضي. شو الشيء اللي بيختلف فينا نقول ماراثون هاي السنه عن باقي الماراثونات؟ هلا هذا كان حلاوته انه فيه الكل مشترك، مثل الاكل والمشاريب والتنظيم تبعه كان كثير اضبط من غيره، وبالزائد انه في دي جي لحتى ينبسطوا الكل ويتسلوا ونرسم البسمه وشو الكل. لانه صار لي زمان يعني، وكثير سمعت عنه وصار له سنتين وكان كورونا، فقلت حابه اجرب، وتجربه كانت كثير حلوه ومبسوطين. حلو. الالتفات للإشارات اللي بيعطينا إياها جسمنا لينبهنا عن وجود خطر معين شيء أكيد كتير مهم، ويعتبر نص العلاج، لأنه الكشف المبكر عن أي مرض ما في شك أنه هو بيضمن الشفاء منه بنسبة كبيرة. تماماً يا آية، بس بعض الأشخاص كل ما سمعوا بأعراض مرض معين بيحسوا أنهن مصابين فيه، لدرجة أنه بيتحول الموضوع لهوس وبيعطل عليهم حياتهم وبينعكس سلباً على صحتهم النفسية، ليتحول مع الوقت لوهم بوجود مرض لمرض بحد ذاته. لهيك اليوم حبينا نخصص فقرتنا الطبية لنحكي عن أسباب التوهم المرضي وشو الحل مع هذا المرض، مع الاستشاري بالطب النفسي الدكتور هيثم شريف علي. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني والله من الصباح عم نقول أنا ونور قد مهم هذا الموضوع، لأنه من الأشخاص يمكن المحيطين فينا، من ناس كثيرة بنعرف أنه هن عم بيعانوا من توهم مرضي، وقد ممكن يعني سبب لهم تعاسة كثير كبيرة بحياتهم. لهن عايشين مبسوطين، لهن عايشين فرحانين، هن مهمومين وبس. فخلينا نشرح بداية أكثر نحن شو بنقصد بالتوهم المرضي، بس من بعد ما نروح أكيد لهالفاصل الصغير ونرجع. أوكي دكتور، كنا عم نقول أكيد على التوهم المرضي، حنشرح بداية عنه كتعريف ونروح بعدين لباقي التفاصيل. هلا أول شيء التوهم المرضي هو فكرة راسخة عند الشخص إنه هو مصاب بمرض شديد. هالمرض الشديد بيروح ليساوي استشارات طبية، ما بيلاقي تفسير، فبيقول إنه لا أكيد ما وصلوا لا فهم مشكلتي، يلجأ لطبيب تاني، يلجأ لطبيب ثالث، ممكن يلجأ لتحاليل تانية لصور. مع ذلك كله بيقول له لا ما في عندنا مشكلة. ممكن يقول لا 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 احنا هون معناتها شغلنا مو ظابط، معناتها بنغير الجامعه، بطلع على لبنان، بطلع على الجامعه الامريكيه، بروح على هذاك. اذا عنده حدا برا بيصير يسافر لبرا. ممكن يقضي اشهر وسنوات وهو يبحث عن اثبات انه هو مريض. اذا هو عطل حياته وصار يعني حياته اليوميه انتهت، حياته الاسريه، حياته المهنيه. اذا نحن قدام مشكل كبير من الناحية النفسية ومعطل للحياة، لأنه هو بيفتح مثلاً دكتور جوجل، بيفتح جوجل طلع مثلاً معه هيك الأعراض، إشارة بالجسم، عرض، خدر، نمل، بهذا شو بيلتقي؟ بيلتقي مع كذا، معناتها ما فهموا علي، معناتها لا أبحث أكثر. إذن هو صار في منظومة من التوهم المرضي انه انا عندي مشكل كبير غير قابل للتفسير، الاطباء ما عم يفهموا علي. هلا هاد عم بيعطله، لذلك ما هو مساله بسيطه طبعا. هو مساله معطله للحياه وللحاله النفسيه، وهي بحاجه للاستشاره النفسيه للعمل عليها. هلا احنا بدنا نميز بين هذا الشخص وبين الشخص الثاني اللي بيكون عنده وسواس انه والله عندي الامراض. هلا مو نفس بعض؟ لا مو نفس بعض. فعندنا اشخاص يلي بيكون في عندهم انه مجموعه من الوساوس، الامراض القلبيه، الصدريه، اللي يكون عندي كذا، اللي يكون عندي كذا، فبيكون في بحث وسواسي. هلا شو بنميز نحن؟
انه هون في الحاح كثير بالافكار وبالحياه اليوميه، هنيك فقط متعلق بالناحيه الطبيه. اما هون في عنا وسواس ثاني. هلا الشيء كمان اللي بنشوفه كمان في عنا التوهم الضلالي، التوهم الضلالي هو غير قابل للاقناع، وهذا كثير شغله مهمه انه هو ممكن يحس انه مثلا والله ما دماغه او اعضائه كمان تالفه مو موجوده. فاذا عنا نحن عمق اخير اشد، فاذا نحن عنا مجموعه من الاضطرابات اللي لازم نشتغل عليها. وهون كثير مهم انه الشخص لما بيروح على اي طبيب عضوي، هلا نحن دوما شو بنشوف اكثر شيء بالتوهم المرضي؟ مثلا هو سحب دم او نقل دم او قلع ضرس او ساوى علاقه، بيقول انه ممكن يكون صاب عندي ايدز، بيجي فحوصات الايدز، بعدين الشكاوي القلبيه. هالتوهم مو وسواس بالضبط. اوكي. اي فانه هو صار انه عم بيبحث عن انه كان مصاب بالايدز او مصاب بمشكله قلبيه، اللي هو عنده شكاوي قلبيه او مصاب بسرطان، لانه في عنده شكوى اثنين ثلاثه. هلا احنا لما بنشوف بنلاقي الشخص انه هو اصيب بالفتره الماضيه او حدا بمحيطه صار حادث رضي شديد، اما فقد اما وفاه اما حدا من اصدقائه او اقربائه صار معه شيء مثل هاد عنيف، فاثر بلش هو القلق الطبيعي تحول لقلق مرضي. صح. وصار في عنا نوع من اشكال توهم المرض. لهيك هو مساله ما أنا مزح وما أنا بسيطه انه نقول والله واحد عم يتوهم، لا، هي مسألة يجب البحث فيها بجدية، لأنه هي معطلة للحياة وللحالة النفسية، وبتخليه يعيش اكتئاب شديد، قلق شديد، خوف شديد. كمان في عنا شيء طبيعي وإنساني عند كل البشر اللي هو خوف من الأمراض، خوف أن أنا انجلط، خوف يصير لي شيء، خوف أني جن، خوف أفقد شيء. فإذا هذا المخاوف كمان هي شيء ثاني طبعاً. مهم انه نحن نميزها عن التوهم. هو الواحد يخاف بس مو يطلع بعيدا عن هلا لما اللي بيطلع هو طبيعي. هون يصير لما صار انت هون لازم نتوجه فعلا للاستشاره النفسيه طبعاً. والطبيب العضوي الجيد سواء طبيب قلبيه او طبيب داخليه لما بيشوف هيك اعراض المهم انه يوجه انه نحن بحاجه لاستشاره هون لايقاف هي السلسله من تلاحق المرض. تماما. أنا دكتور بعرف أحد الأشخاص اللي توهم بمرض سرطان الدم وبلش يقرأ عنه وبلش يقول أنه أنا معي، طبعا غير المشاكل النفسية إله ولأهله والتعطل عن الدراسة، كان هو بمرحلة نوع من المراهقة. طيب هذا الشخص شو الأسباب اللي وصلته لحتى يتوهم أنه هو مريض بنوع معين من الأمراض؟ هل هو فعلا عرضة لأنه يصير معه أمراض نفسية ولا لا؟ ترجع الشغلة مثلا عامل وراثي أو لا، الحياة، البيئة، الأهل، التربية؟ هلا في مجموعة كتير من الفرضيات. الأهل الثابت أنه كيف ننقل نحن وراثة العيون واللون والكذا، في ترب نفسية جاهزة لأنه تكون أكثر قلق أكثر عرضة. الطفولة الراضة، الطفولة المدللة اللي بتحرص كتير على الطفل اللي بتخاف كتير، اللي بتعرض فيها لأزمات فقد، لحرمانات شديدة، لكوارث شديدة، كمان هي بيئة خصبة. الشيء الثاني واللي كمان ثابت انه صار انه نحن ما يحيط فينا مثلا، هلا مثلا خلال السنتين الماضيات كورونا كل العالم صارت في عندها توهم انه والله اذا ارتفعت حرارة توهم هوس كمان انه يكون انا انصبت بكورونا. صح. صحيح. فاذا اضيف للامراض اللي مثل الكانسر وغيرها، اذا نحن ما نتعرض له حاليا ومنعيشه جواتنا كصراع كخوف، هذا كمان عامل كتير مهم. الشيء الصحيح انه نحن الشغل عليه انه صار حتى لو ما قدرنا حددنا السبب المباشر ليش هذا اصيب، انه نحن قادرين طبيا نسيطر على كان توهم مرض او كان اكتئاب او كان وسواس او كان وهم. بس ليش نحن الطبيب النفسي ضروره؟ لانه مثلا اذا قلنا توهم مرضي العلاج شكل، اذا قلنا وسواس العلاج شكل اخر طبعاً. اذا قلنا توهم ضلالي العلاج شكل مختلف. يعني مثلا بتوهم المرض بالوسواس عندي الاضطراب، العلاج السلوكي والمعرفي جزء اساسي من العلاج. بالتوهم الضلالي الجزء الاساسي من العلاج هو دوائي، لانه نحن في عنا خلل بالدوبامين يلي بنظم التفكير. فاذا هنيك صفينا نبدا بالعلاج الدوائي
وندعمه بالعلاج الداعم. هون نشرك اثنين، سواء بنوعية العلاج وجرعة العلاج ومدة العلاج. لهيك كتير مهم انه مو اي طبيب ممكن يعالج والله الحالة. ليش؟ لسبب بسيط، يعني طبيب القلبية او طبيب الداخلية غير قادر على متابعة الحالة حتى الشفاء فيها. لهيك كتير مهم انه نحن يكون طبيب الداخلية هو الطبيب الاول اللي بده يستقبل الطبيب العام، طبيب الاسرة، هو اللي يكون واعي وموجه. ولانه في برنامج، يعني احنا مثلا الشخص اللي عنده مثلا توهم مرضي، مو بنقول له ما عاد نسوي لك تحاليل، لا، من احنا بدنا ناخذ الشكل العلمي للاضطراب اللي عم يخاف منه هو، ونلاقي له كيفيه طريقه لضبط ومعايره، ما نسوي تحاليل مثل ما بده. لسبب بسيط، لانه هي عم تساوي له هواجس كثير ومخاوف كثير. يعني مثلا اذا بده يساوي تحاليل، هو كل تحليل اذا فرق درجه صغيره بالنسبه له هذا له معنى، بالنسبه لنا ما له معنى. فاذا نحن الحاله ككل هي التعامل مع العقل، العقل والمنطق يلي يحكم خوفه وقلقه وهاجسه، نحن كيف بنسيطر عليه وكيف بنساعده ليتخطاه وليعود لفعاليته الحياتيه الاجتماعية والأسرية والمهنية بدون ما يخسر كتير. لأنه نحن شفنا بحياتنا المهنية ناس خسروا كل شيء يساويه بحياته. يعني من قطع 3-4-5 سنين بس هو عم يلاحق، بس عم يدور شو أنا عندي مرض. أيوة، يعني مسافر من بلد لبلد لبلد، بيجي بيقول لك رحت على أمريكا، رحت على فرنسا، رحت كذا، شفت بجا. طيب بس تعرف دكتور، المؤسف أنه هدول الأشخاص يمكن نفسهم اللي قد يكونوا عم بيعانوا من توهم مرضي، منلاقيهم بكتير أوقات ما عنده مشكلة يعمل 1000 تحليل ويروح عند 1000 دكتور قلبية على أورام على إلى آخره حسب هو بشو متوسوس، بس لما تقول له دكتور نفسي بيقول لك لا انا مو لازمني. هذا كلام هون يعني عندنا عن جد مشكله حقيقيه. ايه انه ما عندنا اهتمام كثير كبير بفكره الصحه النفسيه عند الاشخاص. هو بيفكر بألف قصه، بس لما تيجي للناحيه النفسيه لا ما بدي، هلا بيعطيني ادويه ما بعرف شو الى اخره. هذا كلام كثير واقعي وانا بدي قرب عليه وتعامل معه. لما بيكون الطبيب الداخلي ملم ومدرك لحجم المشكله، فهو بيصير عامل مساعد طبعا، يقنعه انه انت ما رح ناخذ شيء غير ب برايك، تعال ناخذ راي يضوي لنا اكثر هالمشكله اللي انت عم تشوفها واللي عم تعيشها. الشيء المهم انه نحن هذا لا يدعي المرض، لا يدعي الالم، هو متالم، هو مهموم، هو خايف، هو مرعوب. اذا نحن وعينا وادراكنا، يعني بيجيني انا الشخص بيقول لي انا متالم، بعرف انه متالم لانه ما بيهمه هو سبب الالم ان كان جسدي صح او نفسي. بالنهايه الالم هو مركزه بالدماغ، ما نتخيله نعيشه. فاذا انا بعرف انه هو ما انه مدعي، هو اللي بخاف شو انه والله انا معناتها بده يظهر لي كذاب، معناتها بده يظهر لي انه انا عم مثل. لا، انت ما عم تمثل، انت حقيقه عايش معاناه ومؤلمه، ونفهم ألمك وتعال نحلها أنا وياك، لكن بحاجة لاستشارة. إذا هذا هو كيفية نحن مرافقته لحتى يتجاوز هذا الألم وهي المعاناة وهذا الفهم الخاطئ. تماما، يعني قديش مهم فعلا نلجأ للاستشاري لحتى فعلا نشخص بطريقة صحيحة المرض النفسي اللي نحن عم نعاني منه. مثل ما قال الدكتور، أكيد بيختلف العلاج فيه حسب كل حالة وحسب كل شخص. نتشكرك كثير دكتور على المعلومات اللي قدمتها، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا كثير لك. حننتقل نحن وياكم لهيك فكرة كمان تانية ومختلفة. فن الرسم هو لغة أكيد بتقدر أنك تتواصل فيها مع كل الأشخاص بالعالم بغض النظر عن شو هي لغتك أو أسلوب تحليلك للأشكال والألوان، لأنه اللوحات الفنية أكيد دائماً بتنقل شعور الرسام وإحساس الفنان بيظهر أكيد بكل رسمة له. تماماً يعني، وكل ما قدر ينقل هذا الإحساس لكل مكان الفنان بيكون هون متميز ومميز. وهلأ رح نشوف تقرير لمعرض خماسي بجاليري مصطفى علي مع زميلنا حكمة كنان.
الواسع كمية كبيرة من الإبداع. هي اللوحة اللي اشتغلتها هي عبارة عن نساء فقدوا أولادهم، فقدوا أزواجهم، معاناة المرأة السورية اللي هي قررت تبقى بهذا البلد وتعيش الحالة اللي عايشينها الصعبة بكل تفاصيلها. فقدرت أنه أعمل نساء أغلبية اللون هو عبارة عن رماديات أسود، وواضح المعاناة على وجوههم، يعني هي الوجوه هي بتعكس تماما الشيء اللي عايشينه، تراكم بجوات خياله باللاوعي تبعنا نحن كفنانين عم يتراكم هذا الشيء وعم يخلينا نترجمه على اللوحة. فأنا دائما أنا بكون عم خطط شو بدي أرسم، بس مو بالتفاصيل يعني اللي أنا مخطط لها، هي عن طريق الشغل بتطلع معي الأفكار وبقدر أفهم حالي أكثر عن طريق اللوحة. أي فنان هو مميز بالفطرة وقادر على خلق صورة خاصة فيه بلمسته وأسلوبه وطريقته بالتعبير عن كل شيء جواته، بس دائما الموضوع بيكون مختلف لما تكون اللوحة بتخص الفنان ومستوحيها من قصة صايرة معه إلى ذكرى جواته، فبالتأكيد رح تكون اللوحة ممزوجة بمشاعر ورح تنقل حالة الرسام بالتفصيل لكل شخص. اللوحات بيعبروا عن شيء صار معي وأنا صغيرة. أنا صغيرة كنت كتير حدا خويف ومنعزل كتير، فكنت لما أخاف أو انزعج أو أي شيء أنا كنت أتخبى بقلب الخزانة. الألوان اللي اخترتها كانت تذكرني هيك الخزانة كونها لونها خشبي ووهج الشمس كان يضرب عند الباب، فإنه الألوان هيك برتقالي يعني من وهج الشمس. بس كنت عم برجع أعيش الحالة، وحتى أنا وعم برسم اللوحة كنت عم حس حالي عم بنأسر حتى وأنا عم برسم اللوحة. لما أجتني الفكرة كنت أول فترة التخرج، فكنت محتارة شو بدي أشتغل، ونقيت فكرة وما كتير إنه مو هذا الشيء اللي بدي أنا أشتغله، مو هذا اللي أنا ملاقي حالي فيه، فصرت أرسم حالي بهاي الوضعيات إنه عم بتكور على نفسي ماشي. فأنا عن جد كنت بهالفترة هيك وبلشت تتطور بعدين، وحدي قاعدة وساكنة وحدي إنه ما بدها تخلي الشخصية الثانية إنها تطلع وتواجه. هيك عنوان للوحتي أنا كنت مسميته خزانتي. هو خزانتي يعني مكاني أنا، المكان اللي خفت وواجهت وتخلصت كمان. ممكن أن تكشف لنا اللوحات عن شعور الفنان تجاه الموت، الحب، الدين، العدالة الاجتماعية، التاريخ والعادات، وكمان بتخبرنا عن أنماط المباني والملابس والأدوات. فمثلا أغلب معرفة الغربيين بأجدادهم إجت عن طريق التصور التشكيلي، وبيبقى الرسم هو اللغة اللي نقلت حضارات كبيرة من عصور وأجيال وتناقلت وانعرفت. وهلا صار وقت لحتى نتعرف مع بعض نحن وياكم شو مخبي الفلك لكل حدا فينا لليوم وشو برجنا بيقول. مع مدام نجلاء باني، صباح الخير مدام. صباحك يا نجلاء. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير، دائما ايامكم سعيده، مرتاحين البال يا رب العالمين. اليوم 16 اكتوبر يعني 16 الاول، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكب ثلاثه في برج الميزان هن عطارد لسفر الاوراق المستندات، كل ما يجري عبر الهواء لأنه مراسل الطبقات الجوية. عطارد في برج الميزان، إلى جانب الزهرة أيضا كوكب الحب، العواطف، الصداقات، الأشقاء، الأهل كمان في برج الميزان، إضافة إلى الشمس الموجودة في برج الميزان. هذا عامل نوع من أنواع المضايقات شوي لمولود برج الحمل، لمولود برج السرطان، ومولود برج الجدي. إضافة إلى وجود المريخ ما زال يتقدم في برج الجوزاء، طبعاً ابتداء من 31/10 رح يباشر تراجع في برج الجوزاء، عامل نوع من أنواع المضايقات للعذراء للقوس، إضافة إلى برج الحوت. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل لليوم، يعني الآن شوي يمكن عم بيفكر يقنع الطرف الآخر، يمكن محتاج يكون أكثر مرونة. أنا ما كتير بشوفه مرتاح، محتاج تقرأ المواقف حواليك
بموضوعية أكثر، كأنك شخص عنيد اليوم أو عصبي أو ما في كلمة شكر عن شيء أنت عم تعمله أو عم يعملوه الآخرين لألك، أو يمكن عم تصطدم بمن حولك. على كل أن نصيحتي لألك تأجل النقاشات حين تشعر أن لا فائدة. مولود برج الثور اليوم الأمور العلاقة بمساعدات عائلية أو تواصل مع الآخرين، غالباً في شيء إيجابي ممكن عم تفكر فيه، إله علاقة بسفر، إله علاقة بعقار، إله علاقة بقصة مالية، أو إله علاقة بتمتين علاقاتك بالآخرين. اليوم تكافأ على الغالب على الجهود المبذولة، ويمكن عندك سعادة أو هدوء أو علاقات إيجابية. مقدر ومحترم اليوم مولود برج الثور. مولود برج الجوزاء اليوم عم بيتمتع بالرفاهية، رغم أنه الأمور المالية ضمن إطار الجيد، بس من حقي يضلني عم نبهك على أنه خفف صرف، خفف صرف لما تصير ضيق الخلق وقت اللي بيقول له مصاريك. هاي الأيام غالباً يعني أمورك المالية ضمن إطار الجيد، بس ما بتمنى مولود الجوزاء أنك تضطر لنفقات إضافية. على كل الأحوال دائم الشكوى هاي الفترات من قلة الموارد، بس هذا الحكي مو هذا الشهر، الشهر السابق. مولود برج السرطان أخيراً دخل القمر على برجك، عم بيخلي الأمور العلاقة بفئة بكير، عم تشغلك بحبة عائلة، هالة من الجاذبية، نوع من أنواع المعنويات المرتفعة، أو أنت سعيد أو علاقاتك بالآخرين إيجابية. رغم أنه أنا بقول برج السرطان اليوم ممكن يجي فور الدم من شيء قصة هيك يعني تضايقه، بس ما رح يشيل إلى أهمية لأنه رح يلاقي حلول فوراً. الأجواء على كل إيجابية بالنسبة لك. مولود برج الأسد يعني أصعب شيء بيعمله أن يعتذر إذا أخطأ. اليوم حاول تعتذر إذا أخطأت، لأنه المواجهة بينك وبين حدا من الأشخاص الحواليك محتملة، نقاشاتك حادة قليلاً أو منخفض المعنويات أو صريح كعادتك، واليوم الصراحة هي اللي عم تعمل لك نوع من أنواع المضايقات، يمكن بسبب صوت مرتفع، خلافات أو نزاعات. مولود برج العذراء اليوم مشاعرك واضحة والأجواء حواليك إيجابية وممتعة، غالباً في تعاطف، غالباً في علاقات اجتماعية، غالباً مشغول باتصالات لتحسن أوضاعك. تكره البقاء وحيداً اليوم مولود برج العذراء، ويوم بالنسبة لك فيه قواسم مشتركة مع من حولك. مولود برج الميزان اليوم عندك حساسية مفرطة أو عصبية أو خطوة خاطئة، ما كتير كتير الأريح اللي أنت مرتبه ممكن تتعرض لتأجيل أو تأخير أو قرارات تضايقك أو عم بتدور على حلول وما كتير عم بتلاقي اليوم. هلأ أنا بشوفك مانك بأريح حالاتك، ربما تسمع كلام لا يعجبك، خذ مني نصيحة اليوم بالذات مولود برج الميزان، تناسى ما يقال خاصة إذا مزعج أصدت. مولود برج العقرب اليوم عم تتوضح أمامك الرؤية وعم تزدهر الاتصالات وعم تحاول إصلاح الأمور بعيداً عن التشويش. اليوم مسؤولين عن أعمالك يمكن عم يمدحوا فيك، أو عم بتصير نحو تغيير إلى الأفضل، أو عم بترتب أمورك وسط أخبار إيجابية. اليوم عندك مزيد من الطاقة مولود برج العقرب، عم تحسن عملك وعم تشرح وجهة نظرك بشكل إيجابي. مولود برج القوس في لطف موجود داخلك اليوم طالع على بحياتك، تنال مدح أو تسترد ما منحته للآخرين، يمكن يوم فيه مصالحات أو تسوية لخلافات أو محيط داعم يقدر جهودك، أو عندك هيك قصة العلاقة بأخبار سعيدة، لقاء مهم، أحد الأصدقاء تساعده أو يساعدك، يعني في مساعدات وفي دعم، والأهم أنك عم تاخد حقوقك اليوم. مولود الجدي أنت اللي عم ينتابك الضيق من بعض التصرفات غير المنطقية، بس عم بتغب ثم تغب ثم تغب، يعني اليوم حاول أنه كلامك الصريح ما يكون جارح للآخرين. في إحباط أو يأس أو عم تتعرض لبعض التأجيل أو في نوع من أنواع الاستفزازات. هلأ أحد أكثر الأبراج بحثاً عن الكمال هو مولود برج الجدي، اليوم لا أعتقد أنه في كمال حواليك. مولود برج الدلو اليوم شغلك كتير ورايح على شغلك مبكراً، ويمكن عم تحاول تنجز بعض الأعمال، وعم ينتابك شعور بالقهر
انه بس انا اللي عم بشتغل بدون مساعدات، ما حدا عم بيساعدني، بس انا اللي على راسي الاعمال والاشغال، يعني فعليا عم تشتغل كثير. انا ما قلت لا، ويمكن مزاجك ميال اليوم لشويه ملل او كسل او في شيء من التعب الصحي، هلا ما لك بقابل التغيير اليوم او التقييم. مولود الدلو، مولود برج الحوت، الحظوظ اليوم مساعده لك لتلاقي حلول على الغالب، لتبذل جهود اضافيه لتقود محيطك للافضل، ليكون عندك امان او راحه، تقنع من حولك بوجهه نظرك في امور مهنيه شخصيه ممكن تكون ايجابيه او اخبار سعيده. عموما احد الايام الايجابيه بالنسبه لك. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 16، واتمنى له السعاده. شخص مستقل يبذل جهدا، تبذل جهدا كبيرا لكي تحتفظ به، لا يحب، يحب الاستقلاليه طبعا، يحب الوحده، ما كثير له خلاق على انه حدا يتدخل له باموره، وهو بيمنح الاستقلاليه والحريه لمن هم يعني تحت سقفه، بيكره انه يتدخل باموره حدا او يناقشه بقراراته. على كل النبيل شجاع، يتمسك بعاداته واصدقائه عائلته، مرح عامل مسيطر عصبي، محب حنون احيانا متسرع، وانصحه ان يزن قراراته قبل ان ينفذها. شخص لا يحب الشراكه. هلا السنه بالنسبه له انا بعتبرها سنه كثير مهمه، لانه فيها تغييرات عاطفيه على الغالب او عمليه. أمورك المالية طوال السنة ضمن إطار الجيد، لكن ليست أفضل من الجيد، بس الأمور العاطفية والأمور المهنية هي اللي فيها تغييرات بالمتبقي من العام. اليوم عيد ميلادة، بالله شو اسمك يا صبية يلي بعتيلي اليوم عيد ميلادي، إن شاء الله تكوني سمعتيني. على كل الأحوال أسماء عم تسألني عن أمورها، أسماء حلوة السنة بالمتبقي منها، لكن ليس عاطفيا مهنيا ماليا، بس أنا بقول ما كتير مريح، بدك لسه لـ 12 أو بدايات العام القادم لتتحسن أمورك. فراس عم بيسألني هو وسهر، إحدى العلاقات الأفضل يا فراس، علاقة جيدة جدا جدا جدا، ما بعرف قدي لازم أنصحك تتمسك بهالصبية لأنه أنت بالعلاقة الأفضل. روعة عم تسألني عن أمورها بالذات دراسيا، ما بخاف عليكي لو أنت قعدتي وبذلتي جهود بتطلعي بإنجاز، بس يا ريت الوقت اللي بتعطيه للتسالي تعطيه للدراسة. أحمد ابن فلحة عم بيسألني عن أموره، والله لا هذا الشهر ولا الشهر القادم كتير الأريح يا أحمد، بدك لسه ل 12 لتبلش تترتب أمورك، وال 12 وما بعد تدخل على السنة الأفضل. محمد علي سليمان، يعني كمان أنت للسنة القادمة يا محمد، حتى نحكي بالتغيير. هلأ الشهر القادم في شيء من التعب، يمكن يكون عائلي أو بعد أو خيبة أمال، 12 ترجع أمورك تترتب. بشرى، يسعد أوقاتك يا بشرى، والله سنة جيدة بالنسبة لك وإيجابية، وغالبا فيها تغييرات باتجاه الأفضل خاصة على الصعيد المهني. أنا بظن الأفضل مهنيا أكثر من عاطفيا إذا أنت ملاحظة، لأنه هاي الفترات لا أنا كتير مرتاحة مهنيا عاطفيا ولا حتى ماليا. ديالة عم تسألني عن أمورها، والله الشهرين ما كتير مريحين يا ديالة، مع الاعتذار يعني حبيبتي، لأنه الأمور ليست الأفضل تعتبر، يعني بدك لسه لعيد ميلادك، من عيد ميلادك وما بعد تدخلي على سنة بتاخذ العقل وغالباً للتغييرات. عايشة عم تسألني هي ومحمد، يسعد أوقاتكم، والله علاقتكم جيدة يا روحي، علاقتكم جيدة جداً، وإن شاء الله تطلعي منها بإنجاز، لأنه بالنتيجة أنا ما كتير بشوفه جدي، ما بعرف قديه هو جدي، إن شاء الله يكون جدي، في حظوظ مساعدة على كل الأحوال. فاطمة بس عم تقلي شو برجي، 19/2 على الحافة يا فاطمة، أخذ من الدلو وأخذ من الحوت، عم تسأليني عن إبراهيم وعلاقتكم بالمجمل جيدة لأنك أخذ من برج الحوت، لو ما لك أخذ من برج الحوت كان رح أقلك العلاقة ليست الأفضل. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير. وتضلي دائما بخير، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا نجلاء، ورح ننتقل لعند الشيف لنشوف طبقنا بشكله النهائي. يا صباح الخير عن جديد، ونشكر الله صار معنا يعني دقيقتين ثلاثة فينا نعمل فتة المكدوس معكم، بس بدنا نستعجل شوي. هلا هون أنا مثل ما أنتم شايفين بس قليت الخبزات، هون بلشت أنا عندي السمنة تحمى، بدي استنى عليها شوي لحتى تحمى. طنجرتي هون صارت جاهزة،
نقيمة لأنه سخنة. وهاي صوص اللبن كمان عندي صار جاهز. جيب الكبجاية. رح نصير نسقي الخبز بالصوص اللي أنا عملته. طبعاً أنا ضفت بس شغلة واحدة اللي هي دبس الرمان. وفيكم مثل ما أنا قلت إذا ما بتحبوا فيكم بلا دبس رمان بس تعطي طعمة طيبة. لاحظتوا هيك بدنا نسقيها بهذا الشكل. يعني أنا إحنا اليوم عم نعملها على أصول. حاولوا كتروا البصلات. نبعد هدول الباذنجانات. هو لا كان لو في وقت كنا بعدنا الباذنجانات. طيب هيك أكثر من هيك ما بقى بدي. هلا أنا حجيب صوص اللبن خبطة خفيفة ونرجع بهذا الشكل. حاول سكر كل الخبزات هيك. هلا بدنا نجيب معلقة بس تكون مفتوحة من تحت عشان ما بقى بدي مرقة وما بقى بدي انزع شكلها. نضعف نقوي وننزل شوي من اللوز عليها هيك بكفينا. خلص حاجة خلينا نوفر. هلا رح بلش صف الباذنجانات. في ناس بتحب تحطها بقلبها، أنا بحب هيك بحس شكلها هيك بيطلع أظرف. يا سلام. هاي مثل ما بيقولوا هاي بدنا ناكلها دغري من الغلوة للكلوة. وهلا في متابعين كلهم عم يقولوا لي انبسطنا بوصفة اليوم وشهيتينا نعملها. بس إذا اشتغلتوا كثير ما تقولوا الله هيك كله مني أنا، أنا ما دخلني. طيبة. اسمها فتة مكدوس. وهلا هي آخر باذنجانايا عم بدعم لهم إياها للصبايا. طيب هلا هي ما بقى بدي إياها، رح أجيب عندي رشة من الفلفل. رشة من أوريجانو، مو أوريجانو، بابريكا. اختلفت الألوان. هلا حضيف هون عندي بقدونس بهذا الشكل. طبعا انتو على رواق بتكون احسن. حضيف كمان شوي من دبس الرمان وروح على الغاز. يا سلام. نحاول نقرب لكم اياها. ما ضل معنا كثير وقت، إن شاء الله تكون حميت كثير، عنا أخبار لهيك. يلا نشوف حيطلع صوت ولا ما حيطلع؟ طلع. على فكرة طقت هون. يا سلام. يا سلام. وهيك صارت فتة المكدوس معي جاهزة وبشوفكم كمان على أكلة كثير طيبة. سلم إليك. الله يسلمك يا صبايا. غير شكلي. يا أهلا. يعطيكي ألف عافية. الله يعافيكم صبايا. الشكر الأكبر دائما أكيد لكم مشاهدينا لكل حدا تابع حلقة اليوم. نحن أكيد بكرة موعدنا معكم حلقة جديدة فقرات وأخبار جديدة. تبوا بألف خير. تبوا بألف خير. باي باي.